يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. هنتكلم دلوقتي عن انشطه وفعاليات اللجان في النادي الاهلي وبالاخص لجنه المراه اللي الحقيقه ليها دور كبير جدا وفي منتهى الاهميه في الاهتمام بعضوات النادي وايضا تنظيم انشطه تنمويه بقى فكريا وثقافيا وصحيا الى اخره. وبرده كلمه حق لازم تتقال في الفتره الاخيره بعد جائحه كورونا، عملوا العديد من الفعاليات المهمه جدا، هنعرف من خلال هذه الفقره ان شاء الله كل تفاصيلها مع الاستاذه انهار انديل رئيس لجنه المراه بالنادي الاهلي. يعني احنا معانا رئيس لجنه المراه ومعايا نصيره المراه، انتوا كتر خيركم ان انتم قاعديني معاكم في القعده دي والله. صباح الفل يا فندم، منورانا، اهلا بيكي. اهلا بيكي كريم. صباح الخير على حضرتك، وده بيتك يعني، احنا هنعدي بس النيل مش الشارع هنلاقي نفسنا في النادي. فاحنا بجد سعداء بوجودك، لان احنا تقريبا كل اسبوع على الاقل معانا خبر عن دور لجنه المراه او الانشطه المختلفه اللي بتقوم بيها في النادي وكمان خدمه للعضوات، فدي حاجه جميله جدا. نعرف بقى الناس تفاصيل اكتر، ايه اللجنه، مين هم العضوات مبدئيا، وبعدين نخش بقى في تفاصيل الانشطه. اول حاجه لجنه المراه هي لجنه منبثقه من مجلس الاداره. الكابتن محمود الخطيب اول ما بدا قال برنامج عائله الاهلي. برنامج عائله الاهلي عباره عن نشاط اللجان المختلفة مسؤولة عن تنفيذ هذا البرنامج، إن مسؤولية اللجان كلها التواصل مع الأعضاء، فده الهدف الرئيسي، إن احنا يكون في فايدة من وجود اللجان للتعامل مع جميع الأعضاء. الفايدة هتعم للناس كلها بفعالية اللجان دي. اللجنة عندي لجنة المرأة عبارة عن عضوات تشكيلها رئيس، المقرر الأستاذة سهام، بعدين الأستاذة أمل موجودة في اللجنة، الأستاذة نعم العدد ممكن نقطع اللي هي فده، الأستاذة سهام، الأستاذة رنا، الأستاذة أمل، الأستاذة نسمة، الأستاذة سمر. اتمنى ان ما كنتش نسيت حد منهم، لا وحتى مش لازم بالظبط يعني احنا بس ناخد فكره بشكل عام يعني. كلهم طبعا عضوات محترفين في العمل الاجتماعي، بيضيفوا للجنه في نشاط الحمد لله، كلهم من قبل ما انا ادخل اللجنه كمان كان ليهم نشاط متميز. الهدف ان احنا نعمل تنوع في الانشطه، تنوع الانشطه، عددنا الأهداف بتاعتنا من نشاط ديني لنشاط اجتماعي لنشاط ثقافي لنشاط تعليمي وترفيهي كمان، وترفيهي الفترة يعني اللي نوعنا بالظبط. جميل. طب يعني هل بيبقى في خطة مثلا بتتحط في توقيت معين وبتبقوا عاملين حسابكم ان انتوا الفترة الجاية هتشتغلوا على تنفيذها؟ يا فندم احنا بيحصل اجتماعات، الاجتماعات بتاعتنا بتكون بطريقة منتظمة، بنرتب ليها بحيث ان احنا بنوصل من نتائج الاجتماع ان احنا عندنا مشروع واجب ان احنا نعرضه، بنعرضه على اللجنة العليا، اذا حاز موافقتها بتعرضه على الادارة التنفيذية، بيلي من الموافقة الاجراءات التنفيذية اللي المفروض ان احنا بنعملها لتنفيذ المشروع ده. احنا بدأنا مع فترة الكورونا، فترة الكورونا طلعنا شعار يلا نطلع من الأزمة بمليون حاجة ليها لازمة. الشعار ده كان هدفنا ان احنا كلنا قعدنا في البيت، فكنا عايزين نستفاد بالوعيد دوت ونخرج بدل ما احنا قاعدين مستنيين يا ترى الكورونا هتعمل ايه، لا احنا هنحاول ان احنا نستثمر الوقت اللي احنا قاعدين فيه بأعمال مفيدة. الأعمال المفيدة دي أول حاجة فكرنا فيها يلا ندور على الفرحة في دلبنا، حفزنا العضوات إن هم كان فترة النقل من صيف لشتاء أو العكس، فنرتب الدواليب، أحيانا بيكون في الدولاب بتاعنا حاجة الكيمياء بتاعتنا مش جايباها بس هي جميلة وجديدة ومفيهاش أي مشكلة. ده أنا بقى ده ليا أنا كل الستات كده دي حقيقة. فإحنا فكرنا إن الحاجة اللي شبه الموضوع ده كده نجمعها وبعدين نكيسها بطريقة لطيفة ونبدأ نفكر في معرض خيري للعضوات، العضوات تعمله لمن يحتاج من العاملين العاملات طبعا لأسرهم، فده نوع من أنواع التكافل الاجتماعي وفقا لعيلة الأهلي. يعني احنا المنظومه كلها قايمه
على ان النادي الاهلي عيله، العيله بتعمل اكتفاء ذاتي. تعليمات كابتن محمود الخطيب اللي اداها للاداره التنفيذيه وللجنه العليا وبلغوا هنا ان الاكتفاء الذاتي من اعمال النادي، كل حاجه هنعملها تكون من النادي وله. هيك فالمشاركه بين الاعضاء مع لجنه المراه او اللجان المختلفه هي اساس نجاح العمل الاجتماعي. الحاجات اللي عجبتني او من الافكار اللي عجبتني جدا واتكلمنا عنها هنا برضو في 10 الصبح هي فكره محو الاميه برضو للعاملين. دي كانت مبادره جيده جدا. انت مش بس كده بتعملي مبادره عشان تخدمي، لا انت ممكن تعملي اختلاف في حياه الشخص نفسه، ان هو لما يتمحي اميته ده بيبقى بني ادم الى حد كبير يقدر يكون عامل في المجتمع بشكل مش فكره بس يعني المحيط اللي هو بيشتغل فيه، لا ممكن يبقى عنده فرص ثانيه كمان كتيره جدا، فبتخلقي له مستقبل مفتوح اكتر او منفتح اكتر. بالظبط كده. يعني احنا فكرنا في لجنه المراه ان احنا عندنا بعض العمالة البسيطة اللي ما عندهاش القراية والكتابة، لم يحالفهم الحظ للقراءة والكتابة، فالناس دول احنا فكرنا فيهم وقلنا نحصرهم. والنادي الأهلي بعظمته وبقيمته ما ينفعش يكون في حد ما بيعرفش يقرأ ويكتب، فأعلنا مبادرة أهلي بلا أمية. طلبنا من الإدارة ان احنا نعرض هذا المشروع وإجراءات تنفيذه طلبناها منهم، فتمت الموافقة. اهتمت اللجنة العليا والمكتب التنفيذي والإدارة التنفيذية حتى وصل الأمر لكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود اهتم بنفسه وعقد بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتعليم الكبار وبين النادي الأهلي. البروتوكول تم من فترة وجيزة. البروتوكول ده قايم على ان النادي الاهلي بولاده المتعلمين هياخدوا دوره تدريبيه من خلال الهيئه العامه لتعليم الكبار. الدوره التدريبيه دي هتاهلهم ان هم يكونوا معلمين. المعلمين هيبداوا يعلموا افراد عائله الاهلي الذين لم يحالفهم الحظ لاجراء العمليه التعليميه. فده اكتفاء ذاتي من النادي الاهلي. ولاد النادي الأهلي هيعلموا العمالة اللي موجودة في النادي الأهلي، وفي تحفيز مادي ومعنوي للي هيقدموا لهذه المبادرة عشان يشتغلوا فيها، اللي هم هيتدربوا على العملية التعليمية نفسها. فده مشروع قومي. المشروع ده أهدافه متعددة. أولا وفقا للقانون، القانون بيحتم أن كلنا نسعى لمحو الأمية. أي جهات ده قانون. الناحية الاجتماعية أن عائلة الأهلي بكل من فيها مهما كان حجمه هو فرد من أفراد العائلة. فالتكافل الاجتماعي وإحساس بالانتماء أن احنا مهتمين بكل ما هو موجود على أرض النادي الأهلي. والإقبال بقى الناس اللي عايزة تشارك. بدأنا عملنا إعلان. الإعلان دوت طلبنا فيه أن اللي حابب ان هو يتطوع للعملية التعليمية ويكون معلم يقدم، وحطينا معايير بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار. المعايير للاختيار هيتم بعد حصر العدد المتقدم في 3 فروع النادي الأهلي. هيتم مقابلة السادة الراغبين في العملية في التعليم اللي هم المعلمين. هنقابلهم وفقا للمعايير، يتم تحديد مدى موافقتهم للمعايير اللي موجودة بيننا وبين الهيئة العامة لتعليم الكبار. بناء عليه هيتم اختيارهم ونبدأ فعلا في تشكيل فصول في تنسيق ومتابعة بيننا وبين الهيئة العامة لتعليم الكبار. التنسيق والمتابعة دي هيكون في فصول، هيكون في مدة دراسية، هيكون في تحديد الدارسين والمدرسين، التنسيق بينهم، وإن شاء الله يكون برنامج فعال وينتج عنه المزيد بإذن الله من التفاعل المثمر والمفيد. خلي بالكم كمان إن في أول حاجة ذكرت اقرأ طبعا، فده أمر رباني كمان يعني. وحضرتك بتتكلمي احنا شايفين الصور ده يوم توقيع البروتوكول مع هيئة تعليم الكبار. أيوة. الصورة اللي فاتت تحديدا بالظبط ده كابتن محمود الخطيب والدكتوره ماجده من الهيئه العامه لتعليم الكبار والدكتور عاشور.
ده كان شيء مشرف موجود في مكتب المدير التنفيذي العميد محمد مرجان بوجود رئيس اللجنة العليا المهندس وليد مبروك. الفعالية مشرفة، المنظر مفرح، وجود كابتن محمود الخطيب قيمة وقامة في عمل اجتماعي، هو دي أخلاقه، يعني هي دي الأخلاق كابتن محمود الخطيب. الحقيقة أنتوا عاملين شغل في الفترة الأخيرة بصفة خاصة يعني ملفت جدا للنظر، سواء على الصعيد الترفيهي شفنا كذا إيفنت الفترة اللي فاتت وعرضنا منهم مقتطفات هنا عندنا في البرنامج زي حفلة يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وكمان بتهتموا يعني بأمور بتمس بشكل مباشر عضوات النادي الأهلي زي مثلا حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، دي برضو من الحاجات المحترمة جدا. أنا عايز أسأل حضرتك، أنا مش عارف إلى أي درجة بقية النوادي بيبقى فيها لجان مشابهة للمرأة ولا لا، بس لو في حال لو كانت الإجابة هل بتشوفوا اللجان الموجودة في النوادي التانية إيه نوع الخدمات اللي بتقدمها للعضوات وتحاولوا تجودوا كمان، ولا الدنيا تبقى ماشية إزاي؟ سؤال مهم قوي حضرتك سألته وبشكرك عليه، لأن ده فعلا بالفعل أنا أول ما توليت مسؤولية لجنة المرأة تواصلت مع النوادي الأخرى، لي صديقات في النوادي طبعا الأكثر شيوعا وأهمية، طبعا بالنسبة لنا النادي الأهلي هو أعظم النوادي عشان نبقى متفقين، فبدأت أشوف النوادي التانية إيه الفكر اللي عندهم، لقيت ان فعلا الاستفاده من الافكار الاخرى، تميزنا ان احنا نوعنا، وكانت الفتره وجيزه من فتره الفراغه بعد الكورونا لوقتنا ده، فحاولنا نعوض الفرق بين الفتره اللي كلنا اتحبسنا فيها في البيوت ما قدرناش نعمل حاجه وبين فتره الفراغه دي ان احنا نزود الفعاليات، فكان في تكثيف لان كان عندنا اهداف كتير قوي مقارنه باللجان الاخرى. لا ننكر ان احنا طبعا بنستفاد بخبرات النوادي الاخرى، لكن النادي الاهلي ليه مستو ليه طعمه، يعني حضرتك لما تيجي تتفق مع حد يعمل فعاليه في النادي الاهلي، لا انا هدخل النادي الاهلي، دي في حد ذاتها يعني بتضيف لرصيده بشكل كبير بالزبط. جدا طبعا اتفق معاك بالظبط، وبتسهل المهمه جدا، يعني حضرتك لما لينا الشرف ان احنا نتكلم باسم النادي الاهلي، على سبيل المثال البروتوكول بتاع محو الاميه، الناس كانت فرحانه جدا وكانوا حريصين جدا وفرحانين ان هم هيقابلوا كابتن محمود الخطيب، يعني دي في حد ذاتها حافز، بعيدة بقى عن البروتوكول وعن الحدوتة كلها، دي في حد ذاتها حافز، يعني عايزة أقول لحضرتك الناس كانت فرحانة مع الفكرة، يعني وهم ناس محترمين جدا ومتعاونين جدا وقدموا كل التسهيلات وما زالوا معانا في تنسيق للعملية التنفيذية، إن إحنا إن شاء الله بالمشروع ده هننجح وهيكون أهلي بلا أمال بإذن الله. إن شاء الله، حلو جدا والله، يعني اهتمام النادي زي ما حضرتك بتتكلمي مش بس يعني باعضائه، لا باي فرد يعني بيمت ليه بصله، فدي حاجه جميله. احنا بنتكلم ان احنا كيان في الاول وفي الاخر، فالواحد زي ما احنا دايما بنتكلم شعارين ان احنا عيله واحده، وده كلام حقيقي. هاخد بقى من ده واروح عايزه اربط فكره برضو، ناس ممكن تيجي تقول طب انا دلوقتي كعضوه مثلا في هذا الكيان في النادي او غيره، انا هضيف لرصيدي ايه؟ انا بتكلم حضرتك بقى في شويه تفاصيل داخل اللجنه، لما انضم لهذه اللجنه واشوف كده ازاي هتدعمني انا حتى لو فتاة صغيرة تحديدا، زي هتدعمني في حياتي، فهنا الرد بيكون زي من خلال أنشطة اللجنة تحديدا غير الاحتفاليات وغيره. هي اللجنة بتتيح فرصة للمزيد من الخبرات وخاصة الشباب. السياسة العامة عندنا على مستوى جميع اللجان الملاحظ الاستفادة بقدرات الشباب وتنميتهم، فانضمام الشباب بيزيد من الخبرات بتاعتهم وبيمارسوا العمل المجتمعي على أرض الواقع. صحيح، يبقى كده العمل المجتمعي دي نقطة أولى ومهمة جدا، برسخ الانتماء للنادي وفكرة أن اللي بيحب النادي الأهلي بيخدمه بدون مقابل. تمام، ففكرة أن ده عمل تطوعي بيتعمل بدون مقابل، بفرغ من الوقت بتاع الدراسة لو طالبة أو من الشغل لو في بداية حياتها العملية كشابة صغيرة أو شاب، بيستثمروا وقتهم في عمل مفيد، انتباههم للنادي بيزيد، تحسي ان هم بيشتغلوا بحب. اكبر طاقه طالعه في اللجان في النادي الاهلي من الشباب. هل اللجنه دي ممكن يبقى فيها اولاد؟
يعني فيها رجال وولاد لجنه المراه؟ لا الحقيقه يعني انا نما الى علمي ان في رجال قدمت ليه لا؟ نما الى علمي بس الحقيقه يعني هي اسمها المراه لا بس هقول لحضرتك مش شرط يعني على فكره المجلس القومي للمراه فيه رجال ما انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه احنا اوريدي احنا بنخدم المجتمع كله يعني عندنا انشطه فيها الرجل وفيها المراه لكن الواقعه نفسها الى تاريخه الى الان ما سمعتش ان النادي الاهلي كان في لجنه المراه ليه بقول لحضرتك او بسال لكن بيشارك ما هي دي بقى النقطه بيشارك. المشاركه وفكره كمان الثقافه ان انا لو بتكلم على ان انا عايزه اخلي مجتمع او اساعد في تغيير مجتمع مثلا ما في فكره او احترامه للمراه او تقديره لدور المراه لازم كمان اكون الرساله بوجهها للرجال كمان مش للنص اللي هو اوريدي مفروض عارف ده فهي دي احنا عندنا تفاعل مع النادي كله سواء رجال سيدات اطفال لاحظي ان دور المراه هي الاخت هي الام هي البنت هي الزوجه لما بتتعامل على انها هتفيد المجتمع لازم هتتعامل مع جميع اطراف المجتمع مفيش فرد في المجتمع مش هنتعامل معاه خاصه مجتمع عيله الاهلي على سبيل المثال كان عندنا الحفله بتاعه المولد النبوي الشريف عرضناها دي العائله الاهلاويه استمتعت ومن جوه العيله كان في الطفل والشاب يعني بفضل من ربنا مش تعزمنا بقى استاذه الناس ما كانتش عايزه تروح مش تقول لنا بقى تعالوا احنا كنا نتمنى وجودكم احنا برضو عايزين نضرب من خلال حضرتك انت شخصيا نموذج للمراه المصريه العامله الفاعله المنتجه المثمره يعني حضرتك الى جانب ان انت رئيسه لجنه المراه في النادي الاهلي وكمان حضرتك عندك منصب كوكيل لوزاره التامينات وعندك البيت بمسؤولياته فبتعملي ده ازاي؟ انا هوضح لحضرتك. اولا انا بشتغل رئيس قطاع مراجعه وتفتيش في احدى كبرى شركات التامين في مصر هي اول شركه قطاع خاص في مصر. ثانيا عندي مسؤوليات طبعا اجتماعيه. ثالثا النادي الاهلي عشق العائله عندي. بدءا من العائله الكبيره الوالد رحمه الله عليه كان أهلاوي صميم يعني بيعشق النادي الأهلي وعودنا كلنا كأسرة إن حب الأهلي ده حياة الوالدة ربنا يمتعها بالصحة والعافية بتتابع بشغف المباريات وبتكون قاعدة على أعصابها كما لو كانت شاب صغير أو شابة صغير جميل فبناتي لو احكي لحضرتك حاجة سريعا بمناسبة اقول لك على حاجه برضو انا خالتي برضو اهلاويه جدا وبتنزل كانت بعد الماتشات عند النادي وبالاعلام يعني ومع ان هي يعني كبيره كانت بتعمل عمليه والله العظيم كانت بتعمل عمليه والكلام ده قريب وكانت بتسالنا بعد ما فاقت هو كهربا هيلعب الماتش ده فيعني انا متفهمه جدا قد ايه في ناس بتعشق الاهلي بمعنى الكلمه انا مامتي بتعمل كده انا مامتي يعني بتقعد تتفرغ للعبادة قبل الماتش وتدعي ربنا لدرجة ان اخر ماتش قاعدة يا رب التالت يا رب التالت وهي بتقولها التالت دخل ما شاء الله دعوات مستجابة ايوه ربنا يديها الصحة يا رب ربنا يديها الصحة وعندي بنتين عندي يسرى وعندي نهال اهلاويين متعصبين يعني متحفزين جدا ان الاهلي مفيش حاجة قبله ولا بعده ليلة الامتحان ممكن تلاقي يسرى لازم في أي ماتش موجودة باباها أهلاوي جدا فالأسرة من الأسرة الكبيرة والأسرة الصغيرة أسرتي وطبعا مستشار أسامة أنديل أخويا الكبير من أهم عشاق النادي الأهلي في حتة الاهتمام بالمنظومة الأهلوية وإن كل حاجة يكون لها دراسة والمستشار القانوني للنادي وشارك في عمل اللائحة والاستاذ طارق انديل حلو ده على صعيد العشق يعني العيله كلها بيت حضرتك للنادي الاهلي بكلمك بقى على تفصيله ان انت شخصيا عارفه تلحقي ما بين حوافز الحاجات دي كلها ازاي كل دول حوافز يا كريم ان انت الناس دي هتفرح قوي لو انت خدمتي النادي الاهلي هيبقوا في ظهرك ايوه الناس دي مش عايزه تاكل يعني الناس دي مش عايزه ممكن يتنازلوا عن الاكل بتلحقي تاكلي البنات يا فندم ولا مفيش وقت لا بداوا يشاركوا بقى لان في أيوة. اهلي يعني هو لازم يكون في تعاون
من الزوج ومن البنات صح. عشان تتفرغي لان انت بتعملي لنا حاجه لكيان احنا بنحبه. جميل. فالتعاون في الاسره المصريه طبعا الفكر اللي قالت عليه نهاوند ان احنا طريقه التفكير ان لازم يكون في تعاون، ان الراجل يكون متفهم للمسؤوليات اللي عند الزوجه ويكون داعم بيها، والبنات نفس الموضوع. فيعني بشوفهم بيساعدوا، يعني عندي نهال صحفية فبتبقى يعني شغوفة جدا ان هي تتابع وتكتب عن الاهلي وتبدي افكار ومقترحات. يعني بالعكس انا بشوفهم انهم معاونين وبيساعدوا كويس قوي. جميل، حلو جدا. طيب الفكرة بقى هنا بين التعاون والمشاركة في العمل مع لجنة المرأة واللجان التانية، ايه بقى ازاي بيتم ده؟ احنا في تنسيق من خلال اللجنة العليا، بيحصل اجتماعات بصفة دورية، بنطرح الافكار بتاعه اللجان وبيكون رؤساء اللجان كلهم موجودين في وجود رئيس اللجنة العليا والسادة اعضاء اللجنة العليا، خاصة في لجنة المرأة عندنا تمثيل نسائي للأستاذة ريهام طبار، شخصية جميلة جدا يعني ومتعاونة ومتحيزة للمرأة قوي زي كده بالظبط. حسيت كريم عايز يقول بالظبط، يعني مش نهاوند بس يا كريم، اي ريهام كمان. سلميها اي جمله فيها كلمه مرأة في النص هتلاقيها سابت اللي في ايديها. شفتيني قاعده هاديه قولي لي مرأة وسيبيني. فاحنا عندنا الداعم الحقيقي في اللجنه العليا وسبورت لينا هي ريهام طبار، والاعلاميه الجميله سهى ابراهيم هي المسؤول الاعلامي عن اللجان، المتحدث الرسمي باسم اللجان. الاثنين في اللجنه العليا، بيحصل في الاجتماعات دي ان احنا بنطرح الافكار اللي تمت، ايه اللي تم في الفتره السابقه والنتائج بتاعته ايه، وبنقول لو في ملاحظات سلبيه بنهتم بيها اكتر من الملاحظات الايجابيه عشان نتلافاها في المراحل القادمه. بيحصل تعاون حلو جدا، على سبيل المثال الملف بتاع محو الاميه بتتعاون معانا الدكتوره نداء داوود بلجنه الطفل، هي رئيس لجنه الطفل وفريق العمل بتاعها، في تنسيق حلو جدا بينا. لجنه الشباب لما بنحتاج اي حاجه من شبابنا بيكونوا معانا. طب الرياضة أستاذة أنهار إيه أخبار؟ أخبار الرياضة إحنا عندنا دايماً في الفعاليات بتاعتنا في اليوم الترفيهي كان عندنا حث على إن إحنا نمارس أنشطة رياضية مختلفة من خلال التواجد المناسب للحدث. بنهتم جداً إن يكون في تفعيل للرياضيات على جميع أوجه الأنشطة. خلال اليوم الترفيهي عملنا كذا نشاط رياضي وكان فيه مسابقات، وده كان مقتصر على النساء بس يا كريم، كان ممكن نهاوند بس اللي تبقى موجودة. لا والله نحضر بإذن الله، أنا عايزة أحضر معاكم مرة. هنعمل لك حاجة رجالي. مفيش حاجة للرجال يا فندم، يعني حاجة كده المرحلة القادمة. بالمناسبة المرحلة القادمة إن شاء الله أنتم بتخططوا لإيه وناويين على إيه؟ وبرضه من ضمن الحاجات اللي الحقيقة ملفتة للنظر إن أنتم أي إيفنت بتنظموه لازم بيتنظم في الثلاث فروع للنادي الاهلي. ده حقيقي، لان احنا عندنا عيله الاهلي مفيش فرق، زي ما قلت لحضراتكم كلنا بلا استثناء هدف يجب تحقيقه. ايه هو الهدف ده؟ ارضاء جميع افراد عائله الاهلي. انا عايزه اقولك الاهتمام من اداره النادي بكل ما هو موجود بيحمل اسم الاهلي، كل ما هو موجود في النادي الاهلي، حتى الاهتمام بالمشجعين ده أساسي، لأن النادي الأهلي بقوته الخارجية والداخلية طبعا. عندنا اهتمام بالعمل المجتمعي الداخلي والخارجي. يعني إيه من ده بقى اللي انتوا إن شاء الله ناويين تنفذوه الفترة الجاية؟ بإذن الله يعني عندنا مثلا الاهتمام بالحرف اليدوية والحرف والصناعات البسيطة. حلو. هنعمل ورش عمل، الورش العمل دي ممكن نستعين بمتخصصين هيستفادوا إن هم بيعلموا وهيستفادوا ان هم بيشتغلوا، وغالبا باذن الله هيكونوا من داخل النادي، وان تطلب الامر ان يكون من خارجها لبعض المهن الحرفيه هنستعين برضو وهنشتغل معاهم، بحيث ان احنا يكون عندنا تدريب لكافه الاعضاء اللي في النادي يقدروا ان هم يعملوا اعمال مثمره ايا كان النشاط. وعملنا مسابقات بالفعل في فتره الكورونا، المسابقات دي عملناها اونلاين، ان ايه هو افضل منتج بسيط
ممكن تعمله وانت قاعد في البيت. دور على الخامات اللي موجودة البسيطة وتقدر تطلع منها منتج، المنتج ده يكون فيه فايدة. وازاي تعلم الناس زي الكروشيه، التفصيل، التريكو، المهن المختلفة البسيطة اللي هتتمارس فيها ناحية اقتصادية، ان الست هتكون في البيت عملت عمل مفيد ووفرت وكانت مساهمة في التنمية المجتمعية. هي كل أفكاركم أحلى من بعض، وكل إيفنتاتكم أحلى من بعض، وحضرتك يعني نورتينا وأسعدتينا بوجودك معانا النهاردة، ونتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي. ميرسي جدا، ميرسي جدا، نورتينا أستاذة أنهار. حارس قابل جيلك النادي والله، ولو في إيفنت تاني إن شاء الله هشارك معاكم. شرفينا وتنورينا في أي وقت. ميرسي. فاصل وهنرجع أنا وكريم.